الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. حذر نقيب المحاسبين والمدققين جواد الشهالي من حصول ما سماها بالكارثة بسبب عدم التصويت على قانون موازنة 2022 حتى الآن. وقال الشهالي إن هناك مشكلة كبيرة في ظل إهمال تشريع قانون موازنة 2022، محملا الجهة الحكومية والبرلمان مسؤولية عدم تشريع القوانين المهمة. وأضاف أن غياب موازنة هذا العام سيلقي بظلاله السلبية على المواطن الفقير، محذرا بوجود أزمة حقيقية تتراكم وقد تولد كارثة. كشف مسؤول حكومي في ديالى عن تزايد عمليات تهريب المواشي الإيرانية عبر الأراضي العراقية. وقال المسؤول إن جهات محلية متورطة بعمليات تهريب المواشي الإيرانية إلى مناطق ديالى عبر منافذ وطرق وعرة في ناحيتي مندلي وقزانيا الحدوديتين مع إيران شرقي المحافظة. وبين المسؤول أن تهريب المواشي الإيرانية باتت تجارة رائجة بسبب انهيار سعر صرف التومان الإيراني وانخفاض أسعار المواشي الإيرانية عن المواشي العراقية بنسبة 70%. رجح شركة تسويق النفط سومو ارتفاع الطاقة التصديرية للنفط العراقي عبر الخليج إلى 3,350,000 برميل يوميا بحلول أيلول المقبل. وقالت الشركة إن ما يمكن تحقيقه حاليا هو 3,300,000 برميل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القيود المفروضة على القدرة التصديرية، ولكن أيضا أنشطة إعادة التأهيل التي قد تسبب توقفا في بعض الأحيان. ويضخ العراق مزيدا من الخام تماشيا مع قرار أوبك بلس بإلغاء تخفيضات الإنتاج في اجتماعه الأخير. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كميات الحبوب الجاهزة للتصدير في أوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار. وقال زيلينسكي إنه سيتم تصدير ما يقارب من 20 مليون طن من محصول العام الماضي من الحبوب، ويمكن بيع محصول هذا العام الذي يتم حصاده الآن. هذا هو دخل المزارعين والقطاع الزراعي بأكمله وميزانية الدولة. لدينا الآن حبوب بنحو 10 مليارات دولار. وأكد زيلينسكي أنه يثق في أن الأمم المتحدة ستضمن السيطرة على تنفيذ الاتفاقية الموقعة في اسطنبول بشأن إنشاء ممر لتصدير الحبوب على الرغم من استفزازات روسيا. قال ماثيو بالداوين نائب المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا بديلا عن الإمدادات الروسية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بالداوين قوله إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14% من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، وهناك احتمال لمضاعفة ذلك. وتعمل نيجيريا على تحسين الأمن في دلتا النيجر بسبب سرقة وتخريب خطوط الأنابيب لزيادة إنتاج محطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني تعمل بقدرة 60% فقط. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.